الجزائر الآن في خطر، هناك عدة مشاكل والجزائريون يعيشون ظروف حالكة. فعندما نتحدث عن الجزائر الجديدة يجب تغيير الذهنيات، يجب تغيير العقلية، الكوميونيكاسيون، الإعلام ووصول المعلومة وتسهيل المعلومة ليس رفاهية، سيبان لوكس، هذا ضرورة قصوى. هذه من بين ما استمعنا للأخ إسماعيل خلف الله، يعني أن هذا العراقيل ممكن أنه يقول لك الفيزا موجودة والسلطات العليا عندها الخبر، ولكن أنه مش عارف وين المشكلة. يعني أنه هذه يجب أن تنتهي، هذه قضية العقليات يجب أن نتغير، يجب أن تكون هناك أشياء مصارحة الجزائريين بالحقيقة، والابتعاد عما قاله سيد جاكون السرية السكري. يعني الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء معروف، فيعني يجب مواجهة الجزائريين بالحقيقة ومصارحتهم، وعندما يكون هناك حاجة للمساعدة يجب طلب المساعدة. يعني لا ننتظر حتى يتحدث رؤساء الدول عنه ويقول بأنهم بعثوا دي كانادير. يعني أنه أمس نشوف التلفزيون الجزائري، يعني أنه حتى يعني أنه قضية الاهتمام بالضحايا كانت بعد 30 ثانية من الحديث عن أن سفير سلطنة عمان وسفير سلطنة قطر يغادرون الجزائر. يعني في الواقع يجب أن نغير، الجزائر تغيرت. إذا أردنا أن نغير، أن نخلق الجزائر الجديدة، هناك طاقات موجودة، يجب أن نتعامل مع هذه الطاقات، ويجب أن يتم تغيير المنهج ومحاسبة المسؤولين. هناك وزير داخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل، كل هؤلاء يجب محاسبتهم، وإذا لم يفلحوا يجب تغييرهم. أين هو المتحدث باسم الحكومة الجزائرية؟ يعني أنه يجب أن نكون واقعيين.